أعزائي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في مادة العلوم. النهاردة هنتكلم عن الوحدة الثانية والدرس الأول فيها هو الطاقة. يحتاج الإنسان إلى الطاقة بصورها المختلفة لتشغيل الأجهزة والآلات. يتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الكائن الحي. ليه بيتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء؟ طبعا احنا عارفين لما بنبقى تعبانين ومش اكلين بنبقى ما عندناش طاقة. يعني ايه طاقة؟ يعني ما عندناش مقدرة على ان احنا نعمل شغل او نبذل شغل او نتحرك. نفس الكلام السيارة لو ما فيهاش وقود ما بتقدرش تتحرك، تمام؟ عشان كده بيتشابه. طب نجاوب نقول ايه؟ نقول لان احتراق كل منهما اللي هو احتراق الغذاء داخل جسم الانسان واحتراق الوقود داخل السيارة بينتج عنه طاقة. الطاقة دي بتمكن السيارة من الحركة والكائن الحي من القيام بأنشطته الحيوية المختلفة وبذل الشغل. يعني ايه بقى نوصل في النهاية؟ يعني ايه تعريف الطاقة؟ هي يعني المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، وتقدر الطاقة بوحدة الجول. عندما يؤثر شخص بقوة على جسم ما فيتحرك الجسم مسافة أو إزاحة معينة في نفس اتجاه أو تأثير القوة يقال أن الشخص قد بذل شغلا. يعني شغل هو مقدار القوة التي إذا أثرت على جسم ما حركته مسافة أو إزاحة معينة في اتجاه. معنى كده الشغل إحنا قلنا في التعريف بتاعه إيه؟ قوة وتحركت مسافة أو إزاحة. إذا أقدر أطلع من التعريف إيه القانون بتاع الشغل؟ الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، والشغل بيقاس بالجول، والقوة تقاس بالنيوتن، الإزاحة تقاس بالمتر. ملحوظة، عندما يؤثر شخص بقوة على جسم ما ولم يتحرك الجسم يقال إن الشخص لا يبذل شغل. بمعنى إيه؟ لو أنا شخص بيحمل حقيبة أو شخص بيدفع حائطا، يعني أنا لما أجي كده أزق الحيطة أو أدفعها كده طبعا الحيطة مش هتتحرك. أنا كده عملت قوة لكن ما تحركتش مسافة أو إزاحة، إذا أنا كده ما عملتش شغل. تيجي كده نشوف مع بعض المسائل. احسب مقدار الشغل عندما تؤثر قوة مقدارها 50 نيوتن على جسم فحركته، طبعا قوة فحركت مسافة 5 أمتار في اتجاه. مع بعض كده لما يكون في مسألة، أول حاجة بنطلع معطيات المدهاني في المسألة. بمعنى ايه؟ هو طالب ايه الشغل؟ هنحط عليه علامة استفهام. يعني هو طالبه القوة مدهاني ب50 نيوتن والمسافة بخمسة متر. تاني حاجة بنعملها بنكتب القانون. كل خطوة من خطوات المسائل عليها درجات. قانون مهم جدا، تكتب القانون. الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، هنعوض القوة ب50 في الإزاحة ب5 بيدينا 250 جول، ولازم نكتب وحدة القياس. تعال نشوف مع بعض مصادر الطاقة. ايه هي مصادر الطاقة؟ اللي عندي الشمس وده يعتبر مصدر دائم، الرياح مصدر متجدد، حركة المياه دي مصادر متجددة، الوقود مصدر غير متجدد لأنه قد ينفذ، التفاعلات النووية والغذاء. بنلاحظ في الفترة الأخيرة أن بتلجأ الدول المتقدمة إلى استغلال أكثر لطاقة الشمس والرياح وحركة المياه. لو جت نعلل ليه؟ لأنها مصادر رخيصة وغير ملوثة للبيئة. هنتابع مع بعض الطاقة وطاقة الوضع. هناخد الأول صور الطاقة. إيه صور الطاقة اللي عندي؟ الطاقة الميكانيكية. عبارة عن إيه الطاقة الميكانيكية؟ دي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. الطاقة الضوئية زي ايه الطاقة الضوئية؟ مثل الشمس، المصباح الكهربي. والطاقة الصوتية زي ايه؟ السماعات، الأدوات الموسيقية. الطاقة الكهربائية مثل المولدات الكهربائية والخلايا الشمسية. الطاقة الكيميائية مثل الطعام، بطارية السيارة. الطاقة الحرارية مثل السخان والفرن. الطاقة النووية زي المفاعلات النووية. هنتكلم على أول حاجة طاقة الوضع. يعني طاقة الوضع دي الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. دي الطاقة اللي بتكون مختزنة بالجسم نتيجة شغل مبذول عليه وتقدر بوحدة الجول. من العوامل المؤثرة على طاقة الوضع عاملين مهمين جدا ومؤثرين جدا. أول حاجة وزن الجسم. بنلاحظ إن لما بتزيد وزن الجسم بيزداد طاقة الوضع للجسم. ملاحظين هنا ده بيزيد وده بيزيد، دي علاقة إيه؟ علاقة طردية. طب رقم 2، ارتفاع الجسم عن سطح الارض. كل ما بيزيد ارتفاع الجسم عن سطح الارض بتزداد طاقة الوضع، اذا برضو علاقة طردية. ولما يجين في امتحان اذكر العوامل المؤثرة على طاقة الوضع هنقول حاجتين، وزن الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الارض. فاكرين معانا وزن الجسم ده كنا ناخده سنة ستة
وعندنا قانون الوزن كان بيقول ايه؟ ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. فاكرين ان الوزن كان بالنيوتن، الكتلة بتقدر بوحدة الكيلوجرام، وعجلة الجاذبية بمتر لكل ثانية تربيع. تمام، نخلي بالنا ان في اختلاف ما بين قيمة وزن الجسم عن قيمة الكتلة. ليه؟ لان وزن الجسم بيساوي حاصل ضرب كتلته في عجلة الجاذبية. طيب تعالوا كده نطلع قانون طاقة الوضع. طاقة الوضع احنا قلنا ايه العوامل المؤثرة عليها؟ وزن الجسم والارتفاع، هو ده القانون. يبقى اذا طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم في الارتفاع. من القانون اقدر كمان اطلع العوامل المؤثرة عليه. طب بتقاس بايه طاقة الوضع؟ بالجول، والوزن بالنيوتن، والارتفاع بالمتر. ملاحظات هامة وبتتكرر كتير في الامتحانات. يقول تكون طاقة الوضع أقل ما يمكن، أو بمعنى أصح تنعدم إذا كان جسم موضوعا على سطح الأرض. ليه؟ أكيد طبعا، لأن الارتفاع جسم على سطح الأرض بيساوي صفر، وصفر في الوزن هيساوي صفر، يبقى كده هيديني طاقة الوضع بصفر. احنا كده لاحظنا ان ارتفاع صفر يبقى طاقة الوضع بصفر، ودي علاقة طردية مع الارتفاع. طب تكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن عندما يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع. طبعا انا كده عندي ارتفاع كبير، وكل ما زاد الارتفاع بتزيد طاقة الوضع، فدي علاقة طردية. طب اذا سقط الجسم لأسفل، هنلاحظ عند سقوط الجسم لأسفل بتقل الارتفاع معانا، بيقل الارتفاع ايه؟ تدريجيا، وبالتالي تقل طاقة الوضع تدريجيا بسبب نقص الارتفاع. طب اذا قذف جسمي لأعلى، هنلاحظ طبعا لما باجي اقذف جسمي لأعلى كده انا بزود الارتفاع، بيعلى. لما اجي ازود الارتفاع بالتالي علاقة طردية، تزداد طاقة الوضع تدريجيا. لو جاني ليه بيزداد طاقة الوضع تدريجيا؟ بسبب زيادة الارتفاع. تعالوا مع بعض نحسب مسألة. بيقول لك احسب طاقة الوضع لجسم كتلته 30 كيلو جرام موضوع على رف ارتفاعه 3 أمتار عن سطح الأرض، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. احنا اتفقنا برضو، أول حاجة هنطلع المعطيات. هو طالب مني طاقة الوضع، أحط عليه علامة استفهام. رقم اتنين، مديني ايه؟ مديني الكتلة 30 كيلو جرام، ومديني الارتفاع او المسافة اللي ارتفعها بتساوي 3 امتار. بس احنا مثل كنا قايلين ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، هو مديني الكتلة. تمام، بس احنا برضو اخدين قانون ازاي من الكتلة اقدر اجيب الوزن، وكمان هو مديني عجلة الجاذبية. يبقى الاول علشان اجيب طاقة الوضع لازم اجيب الوزن. يبقى هنقول وزن الجسم، نكتب القانون، كل خطوة عليها درجات. وزن الجسم بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. الوزن هنا الكتلة عندي بتساوي 30 في عجلة الجاذبية ب10، هو مديهاني، يبقى الناتج 300. ايه بقى ده وزن؟ يبقى بالنيوتن. تعالوا بقى نعوض في القانون بتاع طاقة الوضع. بتساوي وزن الجسم في الارتفاع. الوزن احنا لسه مطلعينه دلوقتي بكام؟ 300. 300 في الارتفاع هو مدوني ب3، هتساوي 900 جول. نتابع مع بعض طاقة وطاقة الحركة. يعني ايه طاقة الحركة؟ هو الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. لما بتحرك بتبذل شغل، فبيديني طاقة حركة تقدر بوحدة الجول. يبقى طاقة الحركة بتقدر بوحدة الجول. ايه العوامل المؤثرة على طاقة الحركة؟ عندي عاملين برضو، كتلة الجسم وسرعة الجسم. كتلة الجسم تزداد طاقة الحركة كلما زادت كتلة الجسم، وبالتالي يزداد الشغل، بدي علاقة طردية. سرعة الجسم تزداد طاقة الحركة كلما ازدادت سرعة الجسم، وبالتالي يزداد الشغل. تعالوا نشوف كده قانون طاقة الحركة. بيساوي نص الكتلة، تاني نص الكتلة في مربع السرعة، مش السرعة في مربع السرعة، يعني عين تربيع. نلاحظ كده وحدات القياس، طاقة الحركة بالجول، الكتلة بالكيلوجرام، والسرعة طبعا احنا عارفين ان هي متر لكل ثانية، ولكن بما انها تربيع يبقى متر لكل ثانية. الكل على بعضها تربيع. ملاحظات هامة. بتكون طاقة الحركة اقل ما يمكن، بتنعدم. امتى بتنعدم؟ عند اقصى ارتفاع. ليه عند اقصى ارتفاع؟ لان عند اقصى ارتفاع سرعة الجسم بتساوي صفر. فبما ان السرعة من ضمن العوامل المؤثرة في طاقة الحركة، فبالتالي طاقة الحركة بتساوي صفر. تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن عند وصول الجسم إلى سطح الأرض. طب ليه؟ لأن سرعة الجسم أكبر ما يمكن. سرعة الجسم أكبر ما يمكن، إذا طاقة الحركة بتكون أكبر ما يمكن.
طاقة الحركة تقل عند القذف الجسم لأعلى، لأن لما باجي أقذف الجسم لأعلى سرعته بتقل تدريجيا بالارتفاع، فبالتالي طاقة الحركة بتقل تدريجيا بالارتفاع. طاقة الحركة تزداد إذا سقط الجسم لأسفل، لأن عند سقوط الجسم لأسفل بتزيد سرعته، وبالتالي بما أن السرعة لها علاقة بطاقة الحركة، فلما بتزيد السرعة بتزيد طاقة الحركة بالسقوط لأسفل. مسائل: احسب طاقة حركة جسم كتلته 4 كيلو جرام ويتحرك بسرعة 10 متر لكل ثانية. الحل: أنهي طاقة الحركة هو عايزها؟ نطلع المعطيات: الكتلة مدياني بـ4 كيلو جرام، السرعة بتساوي 10 متر لكل ثانية. نكتب القانون: طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. مربع السرعة بنأكد تاني، هنعوض نص في الكتلة بـ4 في 10 لكل تربيع، فالناتج هيكون 200 جول. هنكمل طاقة الحركة والطاقة الميكانيكية. طاقة الحركة عند نقص الكتلة للنص تقل طاقة الحركة للنص، عند زيادة السرعة للضعف تزداد طاقة الحركة إلى 4 أمثال. نأكد عشان تتكرر كتير في امتحان، لما السرعة بتزيد الضعف الحركة بتزيد 4 أمثال. عند نقص الكتلة للنصف وزيادة السرعة للضعف تزداد طاقة الحركة للضعف، عند نقص الكتلة للربع وزيادة السرعة للضعف تظل طاقة الحركة ثابتة كما هي. الطاقة الميكانيكية يعني ايه؟ الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم. تاني، يعني ايه طاقة ميكانيكية؟ ده مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم وتقدر بوحدة الجول. الطاقة الميكانيكية بتساوي القانون بتاعها طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، وهما التلاتة بيقاسوا بالجول. احسب الطاقة الميكانيكية لجسم علما بأن طاقة وضعه 40 جول، طاقة حركته 80 جول. زي ما اتعودنا طاقة الطاقة الميكانيكية ومحتاجها نحط عليه علامة استفهام في الهامش. بعد كده طاقة الوضع بتساوي 40 جول، طاقة الحركة 80 جول. هنحط القانون: الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، يبقى 40 زائد 80 بتساوي 120 جول. ملاحظات هامة: ألف، سقوط جسم من مكان مرتفع عن سطح الأرض أو قصفه رأسيا إلى أعلى عند أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم اللي هو نقطة السقوط اللي وقع منها الجسم، بتكون طاقة الوضع الجسم بتساوي الطاقة الميكانيكية. طب ازاي ان دي بتساوي دي؟ لأن طاقة الحركة ساعتها بتكون بتساوي صفر. طب عند منتصف المسافة الرأسية بين نقطة السقوط وسطح الأرض بتكون طاقة وضع الجسم بتساوي طاقة حركة الجسم، بيكونوا مناصفة متساويين. بمعنى ايه؟ ان طاقة الوضع ساعتها بتساوي نص الطاقة الميكانيكية، كذلك طاقة الحركة بتساوي نص الطاقة الميكانيكية. طب اقدر اقول حاجة تانية؟ اقدر اقول ان الطاقة الميكانيكية بتساوي 2 من طاقة الوضع، او الطاقة الميكانيكية بتساوي 2 من طاقة الحركة. عند لحظة وصول الجسم الى سطح الارض تكون طاقة وضع الجسم بتساوي صفر، وطاقة حركة الجسم بتساوي الطاقة الميكانيكية. عند أي نقطة في المسافة الرأسية بين نقطة السقوط وسطح الأرض تكون الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. الطاقة الميكانيكية للجسم تظل ثابتة رغم تناقص طاقة وضعه أثناء السقوط لأسفل. ليه؟ علل ليه. برغم أن طاقة الوضع بتقل، الطاقة الميكانيكية ثابتة، لأن النقص اللي بيحصل في طاقة الوضع بيزيد في طاقة الحركة. ده اللي لو نقصت دي بدي بتزيد، فبتكمل مجموعهم في الآخر بيديني الطاقة الميكانيكية فبتظل ثابتة. وبكده نكون خلصنا ووصلنا لنهاية الدرس.